سيأتي. لا تتحركوا من أماكنكم. لما لا ننهي العمل هنا فرانسيسكو؟ يجب أن يبدو الأمر وكأنه لطلب الفدية. هذا طلب الرؤساء، وهكذا سنربح ثروة من هذه الفدية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أنت شجاع كما يصفونك أرطغرل. أين هم النساء؟ بأمان إلى أن تعطيني ما أريد. قل ما الذي تريده. ألف ذهبية، ستحضرهم بمفردك. إياك أن يلحق بك أحد، وإلا سوف أقتل نساءك. إن أذيت أي واحدة منهن فسوف أقتلك. غدا عند الظهيرة تماما ستحضر الذهب إلى هنا، ورجالي سيحضرونك إلي. قل للسلطانة حليمة بأن جوندوز حي، وأني لن أترك من فعل بهن هذا حيا. تمالكي نفسك. ها قد أتى القذر عديم الأصل. سوف أقتلك أيها السافل. سافل. هيا تراجعي يا امرأة، ماذا ستفعلين؟ ماذا تريد؟ هيا قل ماذا تريد مني. فردت بروح ولدي الوحيد وقتلته، فهيا اقتلني أيضا أرجوك. إذا تريدين أن تلتقي بابنك؟ لا تستفزيني أكثر أيتها المرأة. إذا أردت أن تعيشي، ولدي جوندوز حي إذا؟ هل هذا صحيح؟ إن ارتكبت حماقة ثانية فلن تتكلمي بعدها أبدا. أيها القذر عديم النسب، أقسم لك بأنه سوف يأتي يوم وأقتلك بيدي. أقسم لك. سلطانة، هيا خذوهن. ابتعد عنها. اتركني، اتركني. Thank you.
كيف حاله سيد أردوك؟ لقد فعلت ما بوسعي سيدي، وبقي الأمر لله فقط. إن شاء الله إن فتح عينيه وبدأ بالكلام مجددا، حينها يكون قد اجتاز الخطر. سأنتظرك في الخيمة سيدي. حسنا. بني، ماذا يحدث؟ عرفت شيئا عن حليمة؟ يريدون مني 1000 ذهبية مقابل حليمة وأسلحة. ألا يكفينا بلاؤنا حتى يهجم علينا قطاع الطرق أيضا؟ ماذا يريد هؤلاء الأوغاد من بناتنا ومن نسائنا؟ من هؤلاء أرطغرل؟ من؟ إنهم عديمو الأصل يا أمي، وأيا كان من فعلها فسوف أجده حتما، ثم سأنتزع كبدها. سيدي، أتى السيد جاندار وعليار. أهلا بهما. الحمد لله أني رأيتك بخير. شكرا سيد جاندار، شرفتنا زيارتكم، تفضل. قل لي، كيف حدث هذا سيد أرطغرل؟ من هؤلاء وماذا يريدون من النساء؟ لقد خطفوا نساءنا من أجل الذهب، يريدون 1000 قطعة ذهب لتركهم. إن كانت هذه المسألة فأنا على استعداد تام للدفع. المسألة ليست هكذا سيد جاندار. ما المسألة إذن سيدي؟ لا يوجد في الدنيا قاطع طريق أحمق يعلن حربا على أقوى قبيلتين بجواره. دعنا ندفع له الفدية أولا لننقذ نساءنا منه، وبعد ذلك نجد هذا الوغد كي نعرف ما نيته من وراء ما فعل. سيد أرطغرل، سأدفع الذهب له أنا. سلمت سيد جاندار، ونحن مدينون. كوتولجا، وإن كانت نيتهم أخذ الذهب وقتلك سيد أرطغرل، لو كنت مكانهم لفعلت هذا أيضا. يعرفون بأنني سوف أبقى ألاحقهم إلى أن تخرج أرواحهم. لم أرى السيد أورال. لقد ذهب إلى قونيا وسيأتي في الغد.